ما هي الطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربي فصلى. بل تحسرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نار حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب مردوعة. ونمارك مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. فذكر. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.